ترأس صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة صباح اليوم اجتماع مجلس أمناء الجامعة. واطلع صاحب سمو رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال الاجتماع على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة، مشيدا بالدور الذي يلعبه مجلس أمناء الجامعة في وضع خطط تطوير الجامعة ومتابعة تنفيذها مع الكوادر الإدارية والتدريسية والطلبة. واعتمد سموه عددا من القرارات التي تدعم تقدم الجامعة وتطورها وتلبية جميع احتياجاتها. واعتمد المجلس الميزانية التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي المقبل إلى جانب ميزانية خاصة بالبحث العلمي تبلغ 100 مليون درهم. واعتمد سياسة جديدة للإنفاق على المنح الدراسية والبحوث. كما وافق المجلس على قرار ترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وتجديد عقودهم.